انظروا هذه فرقة موسيقية، أنا أحب موسيقاها. مرحبا شادي. مرحبا. هل أتيتما لتسمعا الفرقة الموسيقية تعزف الألحان الجميلة؟ أوه معذرة، أظن أن شادي يود الإصغاء، سأحاول أن أكون هادئا. انظروا هذا بطوط، أعني انظروا هذا بطوط. أحدهم قادم. من تظن يا شادي؟ هل أخبرتموه من القادم؟ فلة. نعم إنها فلة. مرحبا فلة. أنا أنسى دائما، أنا آسف شادي. موسيقى. أظن أن الفرقة الموسيقية أنهت عزفها. أخشى أنها ذهبت يا شادي. نعم هذا مؤسف، كانت موسيقى جميلة أليس كذلك؟ موسيقى. لا أظن أن الفرقة الموسيقية ستعود الآن. نعم أعرف، أتساءل إن كان بإمكانك أن تعزف لنا قطعة موسيقية يا شادي. أظن أن لدى شادي فكرة. انظروا، أحضر شادي بعض الآلات الموسيقية. صنجان وطبلان وبوقان، تماما كالفرقة الموسيقية. يا لها من فكرة رائعة، تستطيعون العزف بأنفسكم. موسيقى. لا تبدو جميلة يا شادي. انظروا إنها نعسانة، لقد أيقظتموها. أظن أن نعسان أيقظها الضجيج، أقصد أيقظتها الموسيقى الجميلة. آسف يا نعسانة. حسناً، قد لا تكون شبيهة بألحان الفرقة الموسيقية، لكننا نحتاج تدريبات كثيرة لنقدم معزوفة موسيقية كهؤلاء يا شادي. لا موسيقى. شادي، أنت تعلم أنك لا تحتاج إلى الآلات الموسيقية لتعزف، أصغي لحظات فقط. هل ساعدتم شادي؟ ما الصوت الذي تسمعونه وهو يشبه الموسيقى؟ Thank you.
نعم يا بطوط، الآن فهمت. تماما يا فلة، استمري. أرأيت يا شادي؟ فقط أصغي إلى نفسك. أظن أن الفرقة الموسيقية تريد أن تعزف معك أنت وأصدقائك. كما رأيتم، توجد طرق كثيرة للعزف. اعزفوا معنا. مرحى مرحى يا شادي. إلى اللقاء، أراكم قريبا.